جميل. كذلك الأمر أم أسمة تقول: السلام عليكم، ما حكم شخص يذنب ذنب ويحاول التوبة ولكن الذنب أقوى منه وهو دائما يحدث نفسه بتوبة ويحاول؟ نعم، بالنسبة للتوبة سهلة جدا، وهي الإقلاع مع العزم أن لا يعود إلى الذنب وأن يتندم عليه ندما شديدا، وأن يكون ندمه عليه ليس لضرر لحق به بل لأن الله نهى عنه، ويرد الحقوق إذا كانت ترتبت عليه حقوق إلى أهلها، وهذا سهل. فإذا غلبه الشيطان أو الهوى أو النفس الأمارة بالسوء مرة أخرى فعاد إلى الذنب يحدث توبة من جديد، وهكذا فيكون كلما أذنب تاب، فذلك إن شاء الله تعالى مكفر لسيئاته. وقد جاء في الحديث أن عبدا أذنب فمكث ما شاء الله أن يمكث، فإن عبدا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي. فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي. فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يذنب فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي. فيقول الله: علم عبدي أن له عبد أن له ربا يأخذ يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا، أو مثل نعم. ذلك. جاء بألفاظ مختلفة، وهو أصله في صحيح البخاري وغيره، وهو مقتضى أن التوبة تصح من ذنب ولو كان مصرا على ذنوب أخرى، حتى لو كان الذنب المتوب منه صغيرا وفي مقابله هو مصر على ذنب أكبر منه، كما نص على ذلك أهل العلم. وقد قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: وصحت التوبة، قال الأكثر: ولو تكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان، لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا. فعلى الإنسان أن لا ينقطع عن التوبة وأن لا يدع الشيطان يمنعه منها، نعم. فالتوبة لا بد من مبادرتها. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وإنما تكون التوبة مكفرة إذا بادر إليه الإنسان، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلذلك على كل إنسان منا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يسخط عليه، وأن يعلم أن بينه وبين الله حدا من الذنوب تقبل توبته ما لم يصل إليه، وأن الموت قريب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وبذلك يسعى الإنسان أن يتوب قبل الموت. يا رب.